بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. النهاردة معانا اسمين من أسماء الكمال، لما يبقى اسمين مركبين مع بعض يبقوا من أسماء الكمال، المقدم المؤخر سبحانه وتعالى، زي ما خدنا قبل كده القابض والباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، كذلك النهاردة من أسماء الكمال المقدم المؤخر. لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، يقدم من يشاء في الرتبة على من يشاء، يقدم من يشاء في الدرجة على من يشاء، يقدم من يشاء في الزمان على ما يشاء، يقدم من يشاء في المكان على ما يشاء. يعني مثلا ربنا خلق العرش والكرسي واللوح والقلم قبل خلق الإنسان، ربنا خلق الملائكة قبل خلق الإنسان، وبعدين الملائكة قالوا لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أخر الإنسان، ولو أطاع الإنسان ربه وعبده حق العبادة بقى الإنسان عند الله جل وعلا أفضل من الملائكة، لأن الملائكة مقبولين على الطاعة، إنما الإنسان فيه شهوة وفيه نفس، ونفسه تميل أبدا إلى نتن الطين الذي خلقت منه، من صلصال من حمأ مسنون. من هذب نفسه ورباها كان أفضل عند الله من الملائكة. وقدم الأنبياء في البعث على سيدنا رسول الله، جعل سيدنا النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، وفضل النبي عليهم جميعا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل بعض الأيام على بعض، زي يوم الجمعة، فضل يوم عرفة على بقية أيام السنة، فضل ليلة القدر على باقي ليالي السنة. يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اسم المقدم والمؤخر لم يأتي في القرآن صراحة، المقدم المؤخر، إنما في آيات تدل على هذا المعنى وعلى هذين الاسمين. زي إيه؟ زي قول الله جل وعلا فعال لما يريد، يعني يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لا يستأذن من أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل الخلائق تسأل، إنما مولانا جل وعلا لا يسأل عن شيء، أمره في الكاف والنون سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء في أي وقت شاء، يقدم من يشاء بفضله، ويؤخر من يشاء بعدله سبحانه. الله جل وعلا هو المقدم والمؤخر، يعني نجد أن الكعبة المشرفة مثلا، الكعبة المشرفة وضعتها الملائكة في مكانها، وبعدين سيدنا آدم بنى الكعبة، وبعدين سيدنا إبراهيم رفع قواعد البيت الحرام، ومع كل هذا الناس يطوفون بالكعبة المشرفة ويأتون إليها ويحجون عندها، لأنها قدمت في الزمان على خلق الإنسان. الكعبة موجودة قبل خلق الإنسان، أول من وضع الكعبة في مكانها هم الملائكة، والكعبة
تقع تحت البيت المعمور مباشرة. فرب العزة يقدم أقواما قبل آخرين، يقدم السلف على الخلف، زي عندنا مثلا الصحابة وبعدين التابعين وبعدين تابع التابعين. إحنا تابعي تابع التابعين، إحنا جينا بعد الصحابة وبعد التابعين وبعد السلف الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو المقدم والله هو المؤخر، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله. نسأله جل وعلا أن يتجلى علينا وعليكم بأنوار وأسرار اسميه المقدم والمؤخر، اللهم آمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني، صلوا على الحبيب.